قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد وعنك تبحث من جديد؟ بتحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد وعنك تبحث من جديد؟ او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود تبذل تقرب الامال، بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الاحلام تخادع الكذاب. فيها حزن الحال فيها الجهود تبذل تقرب الامال، حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الاحلام تخادع الكذاب. ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة، مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة، مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. الدنيا حواليس. عمي بصراحة أنا اتذكرت شيء الحين، أنا أخذت بخور بمية ريال من عند واحد، وكان عندي مية ريال بس أعطيتهم لأبوي، وهذا الحين يطالبني بالفلوس. الحين كذاك السالفة معقولة ومقبولة، بس مهم تعطيه الخبلة، مهم بترجع لي. عمي أنا من اللي في مسقط البلد؟ اسمع أنت، اسمع اسمع أنت، ما توك تقول رجعتك البلد ما حلوة، توك عاد الحين من دي غيرك؟ ما أقصد عمي، ما أقصد يعني السالفة. شوف أنا بساعدك وبسوي لك كل شيء، بس تسمع كلامي، ايش اللي ابغيه تسويه، اقول لك سير منك تسير، ما تسير ما تسير، روح ما تروح. حاضر. هي والله ان شاء الله تباني اروح ما اروح، انا رهن اشارتك. اي تراك لا ما سويت كذي بخبر عليك ابوك واهل البلد كلهم. لا عمي لا، اهل البلد انا ما اريدهم يعرفون، كلهم اهل البلد ما اريدهم يعرفون، حتى بنت عمي بعد نادي ما اريدها. زين بيشوف. بالله عليكم بيع البخور ما احسن على البورصة؟ كيف؟ ماشي عمي ماشي. تفضل ترى البيت بيتش، انا بروح بشوف امي وبرجع لك. ويش يريد مني عمي صالح؟ صاير مثل عمتي فاطمة، تكلمني جيب المي. يعرف اني ما اقدر ارد له طلب لانه عمي، لكن ايش اللي صبرني انا غير من عمي نادي؟ ما شاء الله عليها حلوه مثل القمر. زكريا بنت عمي. ايوه. انت وصلتي من وقت، انا وصديقتي ساره ما شفتها. ساره سامحيني ما شفتش، بس سامحوني انا مستعجل على الموضوع. وين بتروح؟ ساره جاي عندك عشان تتكلم معك. شو تتكلم معي؟ ولهذا السبب قررت اني اسوي هذه الدراسه، وخاصه على البائعين المتجولين. ها
ايش رايك يا زكريا؟ سويتها يا عمي صالح زين. وين رحت؟ تراني اكلمك. ها انتوا مو باغين الحين؟ اريد جواب. انت ليش جيت تشتغل في مسقط مع انه عندك مزرعه في البلد؟ صحيح انك ما تشتغل بائع متجول، بس ليش ما اشتغلت مزرعه ابوك؟ كيفك احسن يعني بعدك ما سويتها يا عمي صالح؟ وحليلة المسكينة. إيش فيك زكريا تكلم روحك؟ ها؟ لا بس كنت أفكر بكلام الآنسة سارة. جوابي الأول روح المزرعة، خاصة مزرعة أبوي، واسألي الرطب اللي في النخيل هذا بكم يبيعه، وإذا يقدر يبيعه يحصل حد يشتريه، بعدين سوي البحث مالش عن اللي يودروا مزارعهم. أنا قلت لكم عمي انتظرني، صار له ساعة انتظرني. أنا مضطر أستأذن، مع السلامة. مالش الظاهر كلام زكريا أثر فيش. كلامه صح وأنا الغلط، صدقي إنه غير كل شيء بديته. ما لهذا الدرجة عاد، أنا برجع وعيد دراستي من الأول، لأني قبل ما أفكر بالناس اللي جات مسقط لازم أروح القرى وأشوف ليش هم بالفعل تركوا مزارعهم. هو تكلم بعفوية لكن أسبابه كانت مقنعة. إيش يعني؟ يعني بروح أبدأ من جديد. ماشي فايدة يا أبوي، ماشي فايدة. عميتو مو هالحالة، نحن من الصباح احنا جالسين ندور ندور شغل وما حد معبر لنا ليش؟ طبعا حد يشوف هذا الوجه هذا النحس هذا ويرضى حد يتكلمنا؟ والله حالة من هاي بعد الحين متصل هلا نشوف من. نعم. ها بعضك باغي تشتغل معانا يا صالح؟ خلاص باكر بتلتقي مع المسؤول علشان يعرفك عن طبيعة العمل. هي طبعا دور شغل، اريد شغل. نعم وانا جاهز طال عمرك من الحين. اللقاء بيكون في متحف بيت الزبير الساعة 10 صباحا. بيجي معاي ولد اخوي زكريا، هو بعد يدور شغل. ما مشكلة جيبه معاك والمسؤول هو اللي بيقرر. طيب طيب مع السلامة. في ماله حياك الله. احسن. وش قال عمي وش قال؟ يقول باكر، لكن أول شيء بيشوفك وبعدين بيقرر، وهذا السبب يمكن يطردنا باثنين. نحن دام اثنين اثنين ما مشكلة. ايش تقول؟ ماشي عمي، ما انت قايل وحدك انه انا وجه السعد عليك؟ تو هاي كيف بنعرف انها موجودة هنا ولا لا؟ ما اعرف عمي، اذا ما تعرف شكله اتصل فيه. لا لا ما احتاج تتصل فيه، لان احنا جايين قبل الموعد. انزين اذا جايين قبل الموعد مو رأيك ناخذ لفة ونشوف الاشياء اللي هنا؟ والله زين، على الأقل ناخذ خبرة شوية. أيوه خلي يلا. هذه أول مرة أجي فيها هذا المكان. الثاني أول مرة أجي المكان بعد. والله أنت غريب عمي، حد ساكن في مسقط وما يجي في المكان؟ رئيسه ترى مشاغل الدنيا. الله إيش هذا الخنجر،
مثل خنجر ابوي الله يرحمه. ما زمان اول زمان كان خنجر ابوك الحين خنجر ابوي انا. بس على سمعت واحد ما يقول ان لديه خنجر مثل هذا الخنجر. على صوت كني سامعنا مكان بس ما اعرف انا اظني عمي في مسلسل تاريخ اسمه واسلامه زمان كان. لماذا لا يجيبني احد؟ انا اجيبك مو معك انت علمون جيبك معك. ولماذا تجيب لي بهذه الطريقه؟ اسال لاني اريد شراءه وبالمبلغ الذي تريدون. اشتري خنجر؟ ما حد يبيع خنجر عندنا نحن. ما عاد مهذب ما عاد. انت غير مهذب وطويل اللسان. انت غير مهذب وطويل اللسان. هيك بعد خليني اطلع منه هلا خليني اطلع منه. انت مالك انت؟ انتبه نيم ما تصير تسوي لي مشاكل ما تودر عنك هالربش. هاي هيدروم اللي بيقتلك هذا. عمي خليني اعبر عما في داخلي لا تخنقني ارجوك. خنقك وبدفع ايدك بعد. اسمعني انا ما بغي افقد هالشغله بسببك سامعني؟ لا ضيع علي. سامعني لك عمي. هلا يلا سامعني. طف طف. اين انت يا صالح؟ هاي ابو خنجر. اهلا ابو خنجر. مالك اذا خير ان شاء الله؟ عسى ما شر. ليش معصب؟ لقد تشاجرت مع احد الاشخاص الطويلين اللسان. حتى انا ابوي بعد هذا ولد اخوي زكريا ضارب مع واحد هين واحد ضخم كانه فيل بغى يسوي البليه مع مشكله. نعم. اين انت؟ انا في انتظارك. ونحن هنا صرنا ساعه جايين. هين انت ما شفناك. سموها منك يا طيب والله ما كنا عارفين انك انت هو. نعم سامحنا انا صالح وزكريا. انتم صالح وزكريا؟ نعم نحن اختار بتسافر. انت بالذات لا اريد التكلم معك ولا اريد رؤيه وجهك. لا ايش فيك؟ قلت لك لا اريد التكلم معك. اقول استاذي ابو خنجر ترى خنجر ابوي جاهز. حسنا ولكن انتبه في المره الثانيه. مفهوم. اتبعاني. حسنا هيا اتبعنا. حسنا هيا. ريحة تراثه كلها نارجيل مو في حياته هذا. اتبعنا. جمال التراث العماني جعلني اندهش امام دقة صناعته وجودته. وفجأة جاءتني فكرة رائعة. طيب وايش هذه الفكرة يا استاذ ابو خنجر؟ معرض المتنقل يجوب انحاء العالم عن الصناعات العمانية، والمقصود من ذلك أن يطلع العالم على التراث العماني. وهذه الصناعات التراثية من هين تجيبوها؟ هنا يأتي دوركم. قصدي دورك يا صالح. معلوم هنا الحنقة. ليش صالح؟ أنا بعد بوسط راسك وأحب بلدي بعد. أنت ستعمل ولكن في مكان آخر. انتظر قليلا. انتظر. حسنا ولكن إذا كان هذا العمل عمل وطني أنا جاهز، ولكن دعني أفهم طبيعة عملي. مالكم؟ ايش مستوي؟ كأنكم في عزل؟ لنا في كل مكان، في البيت، في الشارع، في العمل. زكريا ايش فيك انت بعد؟ ما فيني شيء، محتاجين نطبق. اسألك انت صرت شغلك الجديد اليوم؟ ما خافش ازاي؟ عمي هذه هي المشكلة، لا انا احب الشغل الجديد ولا المعاش مالهم. ليش يصيرهم كم يعطوك راتب؟ 200 ريال.
200 ريال وما عاجبنك؟ 200 ريال ما عاجبنك؟ بس بس عرفت الحين ليش ما عاجبنا؟ ايه متعود على الحمرية وعلى هالامور عارف ابوي. عاجبتني الشغلة وعاجبني الراتب بس ارتحتوا. اما بالنسبة لي انا الحمد لله رب العالمين. نعم هالشغلة شغلة زينة. انا بس هذا اليوم كسبت 100 ريال. قلت له هاي الشغلة عاد تبغى لها حلقة. الله امر عمي. يوم واحدة 100 ريال؟ 100 ريال؟ انت تتكلم صدق؟ انا للحين ما مقتنعه بهالشغله، اكيد وراها شيء. لا بالعكس يا بنتي، هذه الشغله ماشي احسن منها، وبعدين فيها خدمه للبلد. عمي انا بعد اريد اخدم البلد. تفضل يا سعد، تفضل. تفضل اخوي، تفضل استريح. انا عارف حال منتجي وذا الحلال، وعندك حق لاني تاخرت عليك شويه. انا تضايقت يا ابو زكريا يوم عرفت ليش باقي الفلوس. ما يخالف يا سعد، ابغاك تمهني كذا كم من يوم، ان شاء الله ربك هيفرقها. كذا قال يعني والدي زكريا. يا ابو زكريا انا بعد شهر باقي الفلوس ان شاء الله يكونوا موجودين. شهر؟ ان شاء الله ان شاء الله. أجهزهم إن شاء الله كلهم كاملات، أنت لا تشغل بالك، خلال شهر وتستلم غوازيك إن شاء الله. وأنت من قال لك أنه عندي أسلحة قديمة للبيع؟ أهل القرية خبروني. وبعدين يا طيب، هذا مشروع جيد، هذا الناس بيسوون معرض كبير عن التراث والتاريخ العماني. أنت تبغاني أبيعك أسلحتي القديمة وتكلمني عن الوطنية؟ أنت أحسن تتوكل من هنا وتروح، لأنه في حد غيرك جاء قبل هنا وتكلم بنفس الكلام وطلع نصاب. أنا وبعدني؟ لا نحن غير نحن. بعدين قلت لك يا أخوي هذا مشروع ناجح 100%. خلاص خلاص، أنت تبغى أسلحتي القديمة ها؟ أي نعم. إن شاء الله ولا يهمك، انتظرني بس. طيب شفت كيف؟ معلومة قنعته حنقة. والله بنقع فيك. اقول فطوم صالح وهذا الاسم زكريا ايش يشتغلون بعد ما خسروا بالبورصه؟ تعرفي والله ما اعرف بالضبط وش يشتغلوا، اللي اعرفه انه هم يشتغلوا في المناديس والمباخر بس كذي. مشروع خسران 100%. نعم. هو انت تعرفي هم بالضبط وش يشتغلوا عشان تقولي مشروع خسران؟ انت تقولي بالمناديس والمباخر، يعني هذا مشروع خسران من أوله من اسمه. سميش النش حاسدة مرة. خسران خسران. 5 ريالات بس هذه قيمته. 5 ريالات يا رجال. يا إنسان هذا إنسان خبير في هذا الأشياء، أعطاك سعر معقول ومناسب. بس يا جماعة أنا هذه وارثنا عن شيبت شيبت شيبتي، معقول هذا السعر؟ إنزين بزيد لك السعر، لكن بشرط واحد، انك تدلينا على بيت فيه اشياء تراثيه نادره. وش قلت؟ من هي انا موافق. حلو. انا ادليكم على واحد وارث عن قدود وكنز. ما شاء الله، في سيوف ومناديس وفي مخطوطات قديمه. كنز كنز. بس بشرط. قول قول، تكلم تكلم. قول عندنا قايل لكم عشاء. اي عفا عليك. اسمع انت، احنا موافقين. تكلم تتكلم ما منقول. بس كم ما تعطيني سعر المبخرة حبيبي؟ لا تخاف لا تخاف، ما بتكون غير راضي. نعم زين ان شاء الله. ازيدك بيزيدك، ما يهمك انت. بزيدك بس دالين البيت. مسؤولنا بينبسط وايد منك لو قدرنا نخلص موضوع الكنز ذي. عفا عليك، اعتبره مخلص موضوع الكنز. بس انا باقي طلب منك فيها، باقي في موضوع يعني. قول خير، ايش تبغى؟ أباك تكلمني أبو خنجر هذا إني وافق أشغل معانا ولد أخوي زكريا، لأن هذا الولد فهيم وذكي. ولا يهمك، أعتبر موضوعك منتهي أبو خنجر، ما يرد للطلب. وأنا بعد أعتبر موضوع الكنز منتهي، هنا حقها. زكريا أبشرك إن المسؤول مالنا وافق إنك تشتغل معانا وبتكون معاي، وعاد باغي همتك كيف تقنع الناس في البيع، ومن باكر بنبدأ الشغل أنا وياك.
عفا عليك انا قدها ان شاء الله بتشوف. اي بس هاي تبغى لها حنكه عاد. عمي انا ببيض الوجه وبتشوف انا كيف شغلي. الحين بنشوف. الحين بنشوف. انا بوديك مكان في كل شيء تبغاه، سيوف، طفاقه، خناقر، اي شيء تريده. باكر بيعرف زكريا ايش يقدر يسوي لهم. بسوي لهم متحف كبير وفي يوم واحد، ولازم ابدا من الحين. بتصل في ابوي وافرحه، اقول له اني حصلت له مشتري يشتري الخنجر ماله بسعر زين. مو باغي يا ابو المشاكل من اولها كذاك. الوالد انا محصل لك واحد يشتري خنجرك بسعر زين. مدخول؟ هذا مرة ما سوالي طولة، سكر التلفون. يوم الأحد بنسير أنا وياك للرجال ونتكلم معه ونقنعه بالموضوع بأن هذا العمل عمل وطني ويبايعنا الكنز. وإذا ما اقتنع أن هذا الرجال قال بأن هذا الشخص ما ينقنع بسهولة؟ لا تخاف لا تخاف، عندنا أساليب كثيرة للإقناع. زين على ابنك أنا جاني اتصال. تفضل تفضل. نعم. اسمعني، هذا الكنز بيغنينا عن اشياء كثيره، واريد هذا اللي اسمه صالح وهذا اللي معاه اللي اسمه زكريا هم اللي يكونوا في الواجهه. واذا حصل اي شيء يكون صالح وزكريا هم في الواجهه مثل ما قال ابو خنجر. زين بسالك، وين هذا ابو خنجر؟ وينه؟ صار يرتب امور هربنا بعد ما ناخذ الكنز. يا سلام عليك. الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس. حلمك قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ حواليس. تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الأحوال. الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى
مرات تلف وتدور وتلاعبك حوالي لما تنورك فيه الدنيا دوارة نحلم بأحلام تكون خداعة مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس مرات تلف وتدور وتلاعبك حوالي الدنيا حوالي الدنيا حوالي الدنيا حوالي الدنيا حوالي الدنيا حواليس.